الحقيقة يعني مقدمة كتير عليا، بس يعني نجا حمادي كانت قريبة انها السنة دي رايحين أسوان بقى، وربك يكرم المرة اللي بعدها بقى أسوان واسمها السودان بقى، ونخلص على كده. Thank you so much بروفيسور لبنى، بروفيسور ولاء، بروفيسور صلاح العرجون. الحقيقة يعني I was always invited، ويمكن هي مرة أو اتنين بتهيألي في تاريخ الستاشر هو اللي ما جيتش فيها معاهم. My talk الحقيقة عن precision medicine and diabetes، هي يعني محاضرة دمها تقيل شوية، بس أنا يعني I'm going to very facilitate عشان نبقى عارفين إيه اللي موجود في الدنيا، especially اللي بيسافر فينا الـ ASD والـ ADA، هيلاقي إنه دايماً في جلسات دلوقتي devoted للجينيتك ستادي. مش هدخل في الجينيتك قوي، بس للناس اللي بتعالج السكر، the real diabetes اللي إحنا عايشين فيه ده هو عمال يزيد، ومفيش حاجة ideal screening، ومش عارفين نفهم له كوزال باثواي، بدليل ان احنا نفس الناس واحنا صغيرين كان دايما اتنين ويعملوا ميزان كده، انسولين ديفيشنسي وانسولين ريزيستنس، دلوقتي قاعدين يحطوا ويحطوا ويحطوا لغايه ما بقوا اوكتات. وقريب في محاضره لحسام لقيته خلاهم 11 ولا 17، كم 16. فده معناه ان احنا بقى لما كنا فاكرين ان الحكايه اتنين كنا فعلا فيري فار اواي. في complete incomplete understanding of the drugs، بدليل انه لغايه النهارده مثلا الميتفورمين مش عارفينه بيشتغل ازاي، مع انه اقدم حاجه كتبناها في التاريخ. الاس جي ال تي 2 فاجئت الناس انها بتشتغل كارديوفاسكولار وكيدني، طبعا الخطه ما كانتش كده اساسا. الجلايسيميك تارجت مش ريتشد في كل الناس، ايفن في الدول المتقدمه، الاستاديز برضو اللي بره كلها اي 1 سي فوق الثمانيه لارج نمبر. الدايبيتس كومبليكيشن زي ما سمعنا حالا هي بتحصل، we are still treating disease in a depressive way. هو لسه number one amputation، لسه number one blindness، ولسه diabetes برضو across the world number one renal failure. So what are we doing to our patients بقى كل ده؟ فالحقيقة ان الحاجات دي كلها تخلينا نشك في انه what are we are doing now is not enough for that disease، بدليل انه بيحصل worsening of the beta cells. طبعا مش عايزين احنا نقول ان احنا فشلنا، فبنقول للبيشنت ايه، this is a natural course of the disease. ما احنا مفروض as physician نتغلب عن natural course of the disease. Look at the oncology branch مثلا، natural course of the disease might be very short leading to death، لكنه الانكولوجيست عرفوا يتشينج natural course، لكن احنا لا. فبناء عليه جت بقى فكرة precision medicine. Precision medicine عشان بس الشباب الصغيرين اللي قاعدين is completely different عن الـ personalized medicine اللي طبعا كل أساتذتنا علمونا وبيعلموكوا عليه. personalized انك individualize your treatment to your patient، لكن الـ precision لا. الـ precision medicine هو انك تعتمد على الجينز بتاع الـ patient والـ environmental lifestyle of each person، يعني احنا هنعالجه بناء على جيناته. This approach المفروض ان هو facilitate more accurate treatment و preventive strategy for diabetes لو احنا serious في ان احنا نعالج السكر. لكن ال precision medicine is not the same until now in diabetes as for cancer. And this is for many reasons. Number one, انه ال genomic studies في ال tumor was very advanced because you have surgery, then you have the tissue. Then ممكن تعمل لها كل الجينيتك والإيميونولوجيكال تيست، فبيبقى سهل إن أنت تعرف suitable therapy for the patients. الحاجة الثانية إنه في الكانسر is very common, very well studied، وبعضهم بيحصل لهم حاجة اسمها cytogenic conversion، اللي هي فيها البيشنت بيغير from BCL positive to BCL negative، فيعرف بتاع الأونكولوجي إنه he's not going to respond to that protocol but he is going to respond to different protocol، فبي change مع السيتوجينيتك conversion. It's also very important this precision medicine في الكانسر، لأنه before bone marrow transplantation or any organ transplantation the study of minimal residual disease is very important، وده كلها cytogenetics. لأنه if you do not reach a negative minimal residual disease you are not allowed to transplant your patient. باراك أوباما was the one اللي إدى للprecision medicine أهميته في year 2015 و2016 في two mega events حصلت. اتكلم على إنه precision medicine aims to deliver the right treatment at the right dosage at the right time all the time، يعني عايزها for
all individuals. على طول الأمريكان دايابيتس أسوسيشن and the European Association of Study of Diabetes خدوها من بقه وقاموا عاملين campaign they call it a future of longer healthier lives for people with diabetes, hoping إنه this cytogenetic study of diabetes to help more and more إنه ما نقولش للعيان this is a natural course أو إن إحنا نفضل top amputation, top renal failure and so on. وقسموا الأكشن بلان بتاعتهم إنه في 2018-19 هيعملوا recruitment وresearch وهيكلموا الstakeholders and so on. من 20 طبعاً حصل الكوفيد-19 تأكيداً يكونوا تأخروا في الحتة دي. But I'm so happy إنه the Egyptian Genome Project of مصر they are going with that and they are starting with the monoclonal type of diabetes. ودي حاجة كويسة إن إحنا هيبقى عندنا our genomic studies for our patient with diabetes. من 24 ل 25 هيكون في dissemination of the findings with development of clinical guidelines. So they are going to transfer what they are going to find in genetics into clinical phenotypes for us as clinicians in our clinic to be able to know that this patient is most probably having this gene. Precision medicine, if you see the first column of patients here, they are different. From precision medicine, they are completely different. For us now, they are all diabetics. Where diabetics, هم بس type 1 و type 2 وشوية حاجات تانية قليلة. But according to the studies اللي هتتعمل لهم, they are differentiated at least now into 5. في ناس قالوا 6 وفي ناس قالوا 7, but 2 of them didn't prove any progress. So they are now 5. Until research is going to end. كلمة genomics يعني the study of the complete set of DNA. Epigenetics هي the changes that affect the genes بناء على ال lifestyle pattern بتاعه. Transcriptomics هي the complete set of RNA لوحده مش ال DNA بس. Metabolomics هي metabolites that is going to be present في biofluid with tissues or organism. البروتيوميك هي البروتين produced by the organisms like the pancreas. دي اللي هيبنوا عليها هندرس احنا كده بقى. لا في حد لطيف كده واكيد كلينيشن قال ان احنا هنسمي دول الاوميكس عشان ايه متعبش نفسنا يعني هيجي البيشنت بالاوميكس بقى. ف this is going to be the differences. وانا بقى قعدت اذاكر كتير جينيتك وعملت محاضرة الاول فعلا دمها تقيل وبعدين خرجت انه في changes حصلت في حاجات وفي changes مش هتحصل خالص. If it comes to prevention ما بين اللي عندنا واللي موجود طبعا اللي عندنا انه ال prevention is a big failure وال number of patients who reach remission وان كان في ارقام مشجعه حاليا لكنها big failure. ما بال بقى لو احنا ده عشان هنحلل لهم سكر فنشوفهم pre diabetes فنمنع عنهم حاجات كتير. ما بال بقى لما يكون عايزين نعمل لهم جينيتك ستادي عشان نشوف مين اللي هيجي له دايابيتس. Imagine the cost benefit and how and when are we going to intervene. ف لانه عندنا من الدايابيتس what we have now if you have from diabetes prevention program lifestyle وميتفورمين والبلوسيبو if you look at after 10 years تلاقيهم محصلين بعضهم. فاعتقد انه دي precision medicine in this part اللي هو prevention is not going to be effective or cost benefit. لانما في trials قالت حاجه ثانيه كمان قالت انه some group of patients لو زودت عليهم glycemic measures والgenetic study والbody fat composition واللipid profile they are able to have them into the 5 groups اللي قلنا عليهم. These group are more linked to complication. So, for example, cluster 5, according to different genetic study, دي الناس اللي هيجي لها cardiorenal problem. Cluster 6, دول هيبقوا renal problem. Another one is going to have retinal problem. So, in prevention, we can come to conclusion that prevention is going to be hard with precision medicine and very costly because we are not able to prevent diabetes. We're a very simple test of blood glucose or A1C or positive family history of diabetes. So we are not expecting a lot from precision medicine to add to prevention. In diagnosis, what we have now, في type 1 or type 2 will ladder,
وفي ناس طبعا انترستد في جيستيشنال دايابيتس زي بروفيسور لبنى، كان لها مشروع هايل على الاورينتيشن اباوت جيستيشنال دايابيتس ان ابر ايجيبت. انما الدايجنوزس في البريسيجن ميديسين از جوينج تو بي اكوردنج تو ذيس كلاسترز اوف جينز، فهنبقى متقسمين بحاجات تانية كتير دي هتبقى فيها البريدكشن اوف كومبليكيشن وذا تشويس اوف تريتمنت، دي هتفلح شويه مور ذان البريفنشن. And they are now published in January 22, السنة اللي احنا فيها دي. There are four groups of type 2 contribute to the etiological clinical heterogeneity in newly diagnosed individual that's directly linked to their outcome. يعني عرفوا بيها انه this type at diagnosis is going to have this complication. في المانجمنت البريسيجن مانجمنت، طبعا المانجمنت كل اللاينز اللي قال عليها بروفيسور فريد is what we are having. There is some لما when you revise the precision medicine management هتلاقي في ناس very optimistic ان ايوه هتتحسن وهيبقى في precision diagnosis و precision management، وفي ناس بتقول لا عمره ما هيبقى في كده، مش هنقعد نفصل مانجمنت لكل patient. لكن جورج برنارد شو كان له المقوله دي انه منتهى الامل والناس المتفائله ومنتهى التشاؤم they are contributing to the society، وكلنا محتاجين الاثنين، لانه الاوبتيمستيك انفنت الايربلين والبيسيميست هو اللي اخترع الباراشوت عشان لما يحصل حاجه نعرف ننزل. ف this is the optimistic view انه المونوجينيك فورمز اوف دايابيتس لايك المودي اند نيونيتال دايابيتس هاف بيفد ذا واي فور بريسيشن ميديسين ان دايابيتس، لان دول علاجهم اختلف، دول اخذوا انسولين مع انه جاي لهم هم كبار، والأطفال النيونيتال خدوا سلفونايلوريا وبقوا عايشين حياتهم لطيفة جدا. So the optimistic view has its يعني view، وإنه الديابيتس is clearly more heterogeneous than the conventional subclassification into type 1 and type 2. كلنا عارفين كده، الناس type 2 بيجي لها complication rapidly وتبقى catastrophic irrespective لل outcome اللي احنا عاملينه as regard A1C و lipid profile and so on. البيسيميستيك فيو بتقول ان الماجوريتي اوف اور بيشنتس ار بوليجينيك، وانه ترايلز دي ار جوينج تو فيل تو ايدنتيفاي ويتش جروب از جوينج تو سي از جوينج تو تيك وات دراج، والسب جروب اناليسيس هتبقى مور ديفيكلت ان احنا نتابع عشان يبقى فيه ايفيدنس بيسد ميديسين. اند واتس فيري امبورتنت فور اس ذات موست اوف ذيس ريسيرش اون بريسيجن ميديسين از دان ان يوروبيانز اند امريكانز. So we are going to need to do it back on each society, on Egyptian, on Japanese, and so on. And I don't believe that our countries, مهما دخلنا يعني في الريسيرش والجينوم بتاع البروجكت اللي معمول for Egyptian genome، هو هياخد minor categories كده، مش هياخد يعني ايه very large scale. وعندنا تجربة سيئة في precision nutrition. When they tried to link the nutrition to your genetic, it was a big failure. The last point بقى هي البروجنوزيس. البروجنوزيس اللي احنا عارفينه دلوقتي الحقيقة اللي احنا بنشوفه انه بالحيالي we are all not able to identify if the holistic approach اللي بنتكلم عليها طول النهار وندرسها طول النهار was any at any time able to prevent your patient from being blind or having amputation or so. It is by sure decreasing, but it is never preventing. إنما البروجنوزس في البريسيجن ميديسين diabetes is going to be into five clusters of genetic studies, five subgroups. Severe insulin resistant diabetes cluster and the highest risk of kidney disease and high prevalence of metabolic liver disease, and the patient with severe form of insulin deficiency cluster 2, they had the highest risk of retinopathy. So by time of diagnosis, we are going to be able be sure ان احنا to look at the prognosis of our patient. And I hope انه ده ما يكونش بس هيبقى كئيب للبيشنت، وان احنا by that time يكون عندنا management plan different to prevent our patient from reaching this. So in the future, this will certainly be improved to expanded ان احنا لو عملنا genetic و epigenetic مع different biomarkers that we are going to allow better prediction of outcome in our patients. If it comes to conclusion, من reviewing what has been said, diagnosis
precision diagnosis is going to be working very soon, and precision prognosis is going to be working very soon. But as for prevention and as for management, I don't think that precision medicine is going to work. So better things are coming, others are not. Thank you so much for that.